جمهورية الحلم والأمل والعلم والعمل، جمهورية مسالمة وليست مستسلمة، هكذا وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية الجديدة. وبتلك الكلمات كلل تهنئته بعيد الميلاد المجيد من قلب كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. وخلال التهنئة شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الوطن يستطيع أن يعبر أي تحديات وصعاب طالما بات أبناؤه على قلب رجل واحد. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله دايما تبقى سنة جميلة علينا كلنا، وسنة طيبة علينا كلنا، خير وسلام وأمان ورحمة ونعمة من الله سبحانه وتعالى. مش هطول عليكم يعني، لكن عايز أقول لكم إن إحنا، أنا بتكلم ومن خلال الفرصة دي بكلم كل المصريين، وبقول إن إحنا في مصر يعني بدأنا طريق عهدنا فيه ربنا وعهدناكم، طريق عهدنا فيه ربنا وعهدناكم، بدأناه مع بعض وإن شاء الله هنكمله مع بعض كلنا. الطريق ده زي ما بنقول كده وسمعتم يمكن، طريق الجمهورية الجديدة اللي تتسع للجميع، تتسع لنا كلنا بدون أي فرق أو تمييز، للجميع نعيش فيها بسلام وأمان مع بعض. وخلي بالكم أنا بقول الكلام ده لكل الناس، لكل المصريين مش لحد بعينه. اوعوا حد يدخل بينا، اوعوا حد يفتننا، لأن ده مش هينتهي. احنا واحد وهنفضل واحد، اوعوا حد يفتننا، لان ده مش هينتهي. بدأنا طريق عهدنا فيه ربنا وعهدناكم، بدأناه مع بعض وان شاء الله هنكمله مع بعض. الجمهورية الجديدة دي جمهورية الحلم والأمل، جمهورية العلم والعمل. احنا في بيت من بيوت ربنا، ولازم تعرفوا ان اللي حامل البلد دي ربنا سبحانه وتعالى، واحنا والله بنحبه. كل عام وانتم بخير، ومصر بخير، والدنيا كلها بخير. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين.